نرحب بكم مجددا مع المزيد من التطبيقات applications في من خلال انتقال الحرارة في فاصل مكون من طبقات عدة إذا كنت من المهتمين بعزل بيوتهم حراريا أو الذين يريدون أن يحافظوا على الماء باردا في أثناء رحلاتهم فإن عليك الاهتمام بالمواد العازلة حراريا آه وقد أوجد المهندسون مصطلحا يسمى المقاومة الحرارية thermal resistance حيث أن المقاومة الحرارية لطبقة سمكها لام ومعامل التوصيل الحراري لها كي تا تعطى بالعلاقة التالية ميمها تساوي لام على ك بالتالي يمكننا كتابة العلاقة على الصورة التالية فاي تساوي ألف دلتا دال على ميمها وهي الحرارة النوعية إذا لاحظ عندنا في هذا الشكل الذي يبين انتقال الحرارة في فاصل مكون من طبقتين عنا لام واحد ولام اثنان د. واحد ودال اثنان وأيضا كيتا اثنان وكيتا واحد لو أجينا نسأل ما العلاقة بين المقاومة الحرارية ومعامل التوصيل في هذه في يعني أيضا هنا اللون يدل على انتقال الحرارة هنا اللون الأحمر يعني حامي جدا وهنا بارد وهكذا التوصيل معامل التوصيل الحراري ما العلاقة بين المقاومة الحرارية ومعامل التوصيل الحراري إذا تتناسب كما نرى عكسيا مع معامل التوصيل الحراري وهذا ذكرناه هل المقاومة الحرارية خاصية ثابتة للمادة الواحدة؟ نعم هي ثابتة في المادة الواحدة ولكنها تختلف من مادة لأخرى طب ما وحدة قياس المقاومة الحرارية؟ بنلاحظ في هذا الشكل بمثل جدار مكون من طبقتين لها سمكان مختلفان لام واحد لام دا لام اثنان ومعامل توصيل مختلفان كذلك ك واحد وكيتا اثنان إذا كانت درجتا حرارة سطحيهما دال واحد ودال اثنان ولهما مساحة السطح ألف فإنه حين وصول هذا النظام إلى حالة الثبات حراري فإن درجة الحرارة عند أي نقطة من الجدار ومعدل انتقال الحرارة لن يتغير مع الزمن بمعنى أن فايتي التي تنفذ من الطبقة الأولى هي نفسها التي تنفذ من الطبقة الثانية أيضا يمكن مشاهدة هذا النظام في القظيم الحراري أو الثيرموس فهو مكون من طبقتين داخلية من البلاستيك وخارجية من البلاستين ويعمل هذا النظام على حفظ درجة حرارة السائل الموضوع فيه بتقليل تسرب الحرارة إلى الداخل طبعا لابد من الذكر أنه المقاومة الحرارية طبعا هي السين هنا ثابتة كما في هذه العلاقة آه للمادة الواحدة ولكنها ثابتة من مادة معينة حيث تعتمد على معامل التوصيل الحراري مادة الجسم وخاصية ثابتة المادة بالإضافة إلى سمك الجسم وهو كمية تتغير من جسم لآخر يعني ميمحة آه المكافئة تساوي ميمحة آه واحد زائد ميمحة طبعا آه زائد ميمحة اثنان زائد ميمحة ثلاثة إذا لابد طبعا ممحة ذكرنا أنها هي انتقال الحرارة بالتوصيل أو معامل التوصيل الحراري هناك بعض المسائل الحسابية طبعا هذا يساعد المهندسين وهذا ما نصل إليه وهو ميمحة مكافئة تساوي ميمحة واحد زائد ميمحة اثنان زائد ميمحة ثلاثة على التوالي وهذا مقاومة كما نرى هذا طبعا يساعد المهندس على حساب المقاومة الحرارية الكلية لعدد من الطبقات عند اختيار مواد العزل والبناء طبعا هنا نحسب هنا بعض المسائل لحساب معدل انتقال حرارة بالتوصيل عبر طبقتين في حالة الثبات الحراري